الشعب السوري هو شعب عظيم، شعب منه طائفي، شعب ما كان بده غير العدالة. نزلنا لمكان ما النظام عم بيمارس همجيته حول دمشق لنقدر نوصل لها. اعتقلنا وبعدين اطلق سراحنا تحت محكمة، ضلت 3 أشهر. بعدين وقت ما تعظنا بلش القمع، منع الآخرين من السفر ومنعهم من العمل، فعلوا الحكم. كان لازم اطلع من البلد، كان لسه في علي منع من المغادره، فطلعت عن طريق يعني مو عن طريق الرسمي، طلعت تهريب. بدي تضل ثوره، المصالح اللي عم بتصير والحرب العالمية اللي عم بتصير ما لها علاقة بالثورة. فتخيل انك انت هلا وانت برا تتخلى عن عظمة هي الثورة وعن عظمة هذا الشعب.